الفيديو النهارده تكمله للكوكاي جرام بوزيتيف. احنا قلنا جرام بوزيتيف كوكاي، ستافيلوكوكس في بانشز، ستريبتوكوكس في تشينز، نيوموكوكس ديبليو، بس الديبليو بتيجي جنب الديبليو جنب الديبليو فتعمل تشين، عشان كده سميناها ستريبتوكوكس نيموني او نيمونيا. هنتكلم على الكوكاي الجرام بوزيتيف اللي هي ارينجد ان تشينز، دي سميناها ستريبتوكوكس. ستريبتوكوكس بتتقسم الى قسمين، قسم ايروبيك يعني جرو ان ذا بريزنس اوف اوكسجين، وقسم ان ايروبيك يعني كانوت جرو ان ذا بريزنس اوف اوكسجين. الايروبيك ستريبتوكوكس بتتقسم على حسب الاكشن بتاعها على البلاد اجار الى ثلاث انواع: الفا هيموليتك. يعني ايه الفا هيموليتك؟ يعني الكولونيز تبقى حواليها جرين زون اراوند ذا كولوني، يعني لون اخضر، يبقى ده اسمه الفا هيموليسيس. تاني نوع اسمه كومبليت هيموليسيس. كومبليت هيموليسيس يعني الكولوني يبقى فيه كلير زون حواليها، يعني الكولوني تطلع والاحمر بتاع البلاد اجار يختفي من حواليها، انما هنا الكولوني تطلع ويتكون لون اخضر. اللون الاخضر ده ايه؟ ده بنسميه الفا هيموليتك او ان كومبليت هيموليسيس. عشان يحصل كومبليت هيموليسيس لازم يبقى في كلير زون. طب اللون الاخضر ده ايه سببه؟ الهيماتين بيخرج من الار بي سيز بانعكاس الضوء يدينا لون اخضر. الستريبت اللي هي الالفا هيموليتك دي بنسميها ستريبتوكوكس فيري دانس. ستريبتوكوكس فيري دانس. تعالوا نشوف اخضر بالفرنساوي يعني ايه؟ يعني فير. فدي ستريبت فيري دانس اللي بتدي لون اخضر على البلاد اجار يعني الفا هيموليسيس. الستريبتوكوكس فيري دانس دي موجوده نورمالي في الاورال كافيتي، ودي تهم دكاتره السنان قوي، في الاورال كافيتي وشويه من ابر ريسبيراتور، لكن هي موجوده مينلي في الاورال كافيتي بتاعتنا كلنا. طيب الستريبتوكوكس فيريدنس اللي موجوده في الاورال كافيتي دي قصتها ايه؟ دي نون بايوجينيك، ما بتعملش باص. ايه الحكايه دي بقى؟ دي بتعمل مرض اسمه سب اكيوت، وهي بكتيريا، بكتيريا عضلات القلب، اندوكاردايتس، التهاب تحت الحاد لعضلات القلب. ايه اللي جاب الاورجانيزم للقلب دي في الاورال كافيتي؟ اقول لكم ادي الاورال كافيتي وادي اسناني اهي، السنه دي باظت رحت خالعها، طبعا حصل بليدنج واوبن بلاد فيزلز. الاورجانيزم اللي هي سيرت فيزلز از نورمالي بريزنت ان ذا اورال كافيتي بتاعت البني ادم، فتروح داخله في البلاد وماشيه ماشيه ماشيه تروح على القلب وتعمل التهاب في عضلات القلب او في الفالفز. سب اكيوت بكتيريال اندوكارديوم يعني عضلات القلب، اندوكاردايتس. الله، هو كل واحد بقى هيخلع سنانه او يتعور في بقه ويخش الميكروب يروح للقلب؟ ايوه. ويعمل سب اكيوت؟ لا. امال ايه؟ قالوا لازم القلب ده يكون ديزيزد هارت، يعني ديزيزد فالف، يعني واحد عنده روماتيك فيفر، حمى روماتيزميه في القلب مثلا، عنده كونجنتال ابنورماليتي، يروح الاورجانيزم ده بقى يلزق في الفالفز ويبتدي يعمل كولونيزيشن وتبتدي تحصل سب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس. فضلكم دي حاجه مهمه قوي، ازاي يحصل سب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس؟ توث اكستراكشن او تيث اكستراكشن او توم سيلكتوم، المهم فتحنا بلاد فيزلز. الاورجانيزم از نورمالي بريزنت ان ذا اورال كافيتي، يروح داخل في البلاد رايح للديزيز، كلمه ديزيز دي مهمه قوي، للديزيز هارت مش نورمال هارت، مش هيحصل حاجه. خلاص؟ يبقى دي اي دكتور سنان هيبقى يعني مجرم ان هو يخلع سنه عيان عنده حاجه في القلب. هتقولي له هيعرف ازاي؟ هقول لكم لا، لازم كل واحد دكتور سنان
مذاكر مايكروبيولوجي، اول ما يجي يخلع درس ولا حاجه يقول لي انت عندك القلب. اللي عندهم القلب عارفين في دكاتره بيرعوهم، في دكاتره بيشوفوهم كل فتره. يعني ده معروف، يقول لك اه والله انا كان عندي روماتيزم في القلب، ده عندي مش عارف ايه في القلب، ما خلعلوش ابدا. حتى لو كان بيرعى بالصوت اديله حاجه سيداتيف، وبعدين بعد شويه اديله انتي بايوتيك. انتي بايوتيك طبعا بما ان هي جرام بوزيتيف يبقى احسن انتي بايوتيك هو البينيسيلين، اوجمنتين، ميثيسيلين، اموكسيسيلين. المهم ان هو ده العلاج الوحيد للسب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس. من فضلكم. طب اشخص العيان ده ازاي؟ هو العيان ده بيجي لي ايه؟ بيجي لي عنده فيفر، سخونيه. خلي بالكم في كيسز يعني عشان تبقى شايف العيان، فيفر وبعدين بون ايك، وجع في جميع جسمه. طبعا اي حراره بتعمل وجع في الجسم والعضلات والحاجات دي. وبعدين احط السماعه بتاعتي الاقي ميرمر على الهارت. يعني ايه ميرمر؟ يعني لغط، يعني القلب بيعمل ايه؟ لب دب لب دب لب دب لب دب. لما يكون عندي حاجه بقى في القلب زي الصب اكيوت يعمل لبش دب لبش دب. التش دي هي اللغط اللي في القلب. يقوم يجي بقى الدكتور العيان يا عيني يروح لدكتور السنان يقول له الحقني ده انا سخنت بعد ما خلعت الضرس، يقول لك اصل جالك التهاب، ويديله انتي بايوتيك تاني. غلط، لازم يروح بقى الدكتور امراض بطنه او دكتور سنان مذاكر كويس، يقوم يقول لي يا نهار ابيض ده انت ممكن يكون عندك صاب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس. طب اعمل ايه؟ روح اعمل تحليل. تحليل ايه؟ دور على الميكروب في الدم بتاعك. يقوم يجي لي المعمل اعمل له حاجه اسمها بلاد كالتشر، مش بلاد اجار، خلي بالكم انتوا بتتلخبطوا. بلاد كالتشر يعني مزرعه دم. اخد من العيان ما بين 5 الى 10 ام ال بلاد ديورنج فبرايل. كلمه فبرايل مش فبراير، فبرايل يعني سخونيه، فبرايل اتاك اثناء السخونيه. 5 ل 10 ملي بلاد، واحط عليهم من 50 الى 100 ام ال شوربه بروث. 100 سهله قوي، شوربه بروث. ليه بحط من 5 احط لها 50 وال 10 احط لها 100؟ ليه؟ اولا هتبقى جود نيوتريشن، تاني حاجه مهمه قوي ان العيان ده بدل دخل الميكروب في دمه يقوم الجسم يعمل انتي بوديز، انتي بوديز. فلما اجي ازرع مش هتطلع، فانا بعمل دايليوشن للانتي بوديز بالكميه الكبيره دي. وبعدين اسيبه في درجه 37 لمده 24 الى 48 ساعه، واشوف الانبوبه بتاعت الشوربه دي احنا بنعملها بتبقى كده ازازه بنسميها بلاد كالشر بوتل. بلاد كالشر بوتل ده البروث، ودي البوتل اهي، وبروح حاقن فيها شويه الايه الدم اللي انا خدتهم من المريض اهو، اللي هو ال 10 ل 20 10 ل 5 ل 10 ام ال بلاد. خلاص كل شويه بص كده لما يحصل تربيديتي ان الشوربه دي اتعكرت، او ما اروح واخد منها بقى وعامل فيلم اشوف ايه في الفيلم ده. هشوف جرام بوزيتيف كوكاي ان تشينز، اذا هي ستريبتوكوكس. طب انا عاوز اعرف ديفيرنس ولا لا، يعني الفا هيموليتيك ولا لا، اروح عامل سب كلشر يعني ازرع تاني. ما انا زرعت هنا، لما ازرع مره ثانيه بس مصاب كالشر على طبق بلاد اجار، يبقى بعد 24 ساعه يديني كولونيز حواليها لون جرين يعني الفا هيموليتيك، يبقى دي صب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس. يبقى البلاد كالشر ده براكتيكال على فكره، يعني بشرح دلوقتي براكتيكال وثيوريتيكال. يبقى دلوقتي ده ايه التشخيص ازاي؟ عرفت انه صاب اكيوت، اعمل ايه؟ التريتمنت بتاعتي هو البنسلين، بنسلين ووتر سوليبل، بدي كل 3 ساعات كذا مليون وحده في العضله، طخ 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 طخ، العيان بيستوي ومش هيخف غير ب
بالهاي دوز اوف بنسلين انجكشنز. فهمتوا الساب اكيوت بكتيريال كونتاكتس والالفا هيموليتك ستريبتوكوكس؟ ادي الالفا هيموليتك ستريبتوكوكس. هنيجي بقى على البيتا هيموليتك ستريبتوكوكس اللي هي بتعمل كلير زون، كلير زون دي بنسميها ستريبتوكوكس هيموليتيكس، ستريبتوكوكس هيموليتيكس. جت بقى عالمة عظيمة جدا اسمها الست لانسي فيلد وقسمت الستريبتوكوكس دي الى انواع كتير قوي A B C D E F وهكذا، وقالت ان اخطر نوع للبني ادم هو ايه وسميته ستريبتوكوكس بايوجينز. يبقى اذا لما اقول لكم ستريبتوكوكس بايوجينز تقولوا لي ايه؟ تقولي لي دي بيتا هيموليتك ستريبتوكوكس، يعني واحده من الستريبتوكوكس هيموليتكس جروب ايه بتاعت الحاجه لانسفيل بتاع العالمه لانسفيل. تمام؟ طب هي قسمت ازاي؟ اقول لكم قسمت ازاي. مسكت واحده من الكوكاي لقيتها جزئين، جزء داخلي وجزء خارجي. الجزء الخارجي بتاع الكوكاي دي يعني اهي الكوكاي لازم بعضها، الجزء الخارجي ده كربوهيدرات، الجزء الداخلي ده بروتين. سمت البروتين ده ام والكربوهيدرات سي، فقسمت الستريبتوكوكس هيموليتيكس الى سب جروبس اي بي سي دي اي زي ما قلنا، قلنا اخطر نوع هو الاي، لكن برضه البي في انواع منها باثوجينيك تو هيومن بينج هنتكلم عنها. فجروب ايه الكربوهيدرات بتاعه مختلف عن جروب بي، مختلف عن جروب سي، مختلف عن جروب دي وهكذا، يبقى اكوردنج تو ذا كربوهيدرات كفر اللي هو البرادي الاوتر. الان الام ده اللي هو بروتين، البروتين ده هو الفيريولنت، يعني ده احد الفيريولنت بارتس اوف ستريبتوكوكس. يعني احنا قلنا الفيريولنس يعني قدره الميكروب على احداث المرض، وفي حاجات كتير بقى توكسينز على بروتينز على فيمبريا على كبسول، يعني قلنا الكلام ده في الهوست باراسايت. فده فيريولنت ده بيعمل انفيجن، يبقى ده الكلاسيفيكيشن بتاعتنا بتاعت الايه؟ البيتا هيبريتك ستريبتوكوكس. قلنا اخطر نوع هو جروب مين؟ جروب يبقى الستريبتوكوكس بايوجينز، يعني تعمل بص يعني بايوجينز وتعمل حاجات تانية. جروب ايه؟ لانسفيل. ايه دي اهم حاجة؟ بتعمل ايه دي بقى جروب ايه دي؟ تعمل اول مرض كلكم عارفينه وجالكم اسمه ايه؟ اسمه اكيوت فوليكيولار تونسيلايتس، التهاب اللوزتين الحاد. اهو اهو يجي لي هنا التهاب في اللوز بتاعتي. يعني ايه بقى اكيوت فوليكيولار تونسيلايتس؟ العيان يجي بايه؟ فيفر، وبقى فيفر يبقى فيه بون ايك ومش عارف ايه وبعدين عنده سور ثروت، يعني حرقان في الزور، زوري بيحرقني يا اخواني، زوري وجعني مش عارف ابلع. افتح بقه الاقي وايتش ممبرين على التونسيلز، يعني الاقي يا نقط كده فوليكلز، فوليكلز يعني نقط بيضة، ممكن نقط بيضة تلزق في بعضها تعمل زي الممبرين. اقول بس دي 90% اكيوت فوليكولار تونسيلايتس، بس لازم انا كدكتور اعمل حاجه اسمها ديفرنشال دايجنوزيس. يعني ايه ديفرنشال دايجنوزيس؟ يعني ايه ما هي الامراض اللي تعمل نفس الاعراض دي؟ فيبر وزور وسروت وايتش ممبرين. قلنا اول واحده ايه؟ ستريبتو كوكاس بايوجينز جروب ايه؟ ايه تاني؟ ديفتيريا اوريني بكتيريوم، ديفتيريا ده اسم العيلة، لما نقول ديفتيريا. ايه كمان؟ في حاجة اسمها فينسنت انجينا، فينسنت انجينا دي سببها سبايروكيتس، ديفتيريا سببها بس اللاي بتعمل زي الحروف الصيني كده تشاينيز لتر راكبة فوق بعضها كده، ستريبتوكوكس كوكاي في تشيز وكل دول جرام بوزيتيف.
طيب في ايه كمان يعمل؟ اه في فنجس يعمل حاجه اسمها مونيليا. مونيليا ده سببها ميكروب اسمه كانديدا البيكانز. كانديدا البيكانز، البيكانز جايه من البينوس يعني اعداء الشمس، يبقى بيضه. لكن بقى ما تنسوش ان في الديفرنشال دايجنوزيس لما يكون برضو عندي كده بيبقى عندي فيروس اسمه ايبشتاين بار فيروس، وممكن في حالات الكانسر. انما دول فيري رير بقى ولازم اشوفهم كويس، انما هم دول الاساس بتاعنا. واحنا النهارده بنتكلم على الستريبتوكوكس جروب ايه. اعرف ازاي؟ هو مجرد بشوفها كده بشخصها. انما لو انا عاوز اعرف بقى وان اراري، اروح واخد سواب، ادي ثروت سواب اهو، سواب كده عباره عن خشبه في نهايتها قطنه زي اللي بننظف بيها ودانا، بس حاجه طويله ومعقمه، وبعدين اروح سريعها على بلاد اجار يوم يدي بيتا هيموليسيس. ادي البلاد اجار اهو، واروح زارع عليه السواب ده اهو يديني كولونيز، والكولوني يحصل حواليها كومبليت هيموليسيس. ادي كومبليت هيموليسيس، مش لون اخضر بقى. يبقى دي اقول عليها بيتا هيموليتك ستريبتوكوكس عامله لوز، يبقى غالبا جروب ايه 99%. طيب ايه المرض الثاني اللي بتسببه؟ بتسبب مرض اسمه سكارلت فيفر. كلمه سكارلت فيفر يعني الحمى القرمزيه. دي يوجوالي انفكت تشيلدرنز، لكن ممكن تصيب الكبار وتبقى فيري دينجرس. انما هي يوجوالي بتصيب التشيلدرنز. بيشتكي من ايه؟ فيفر وسور ثروت، يعني العدوى كلها جايه دروبلت دروبلت بالرذاذ من واحد مريض. والاقي بقى، بص بقى اللي جايه دي بيلي إريثروميتاس سكين راش، يعني في طفح جلدي لونه احمر قرمزي. عارفين لما تجيبوا طفل وتروح مسقطينه في ميه بتغلي وتروح مطلعينه كده بسرعه، تلاقوا ايه؟ كل جسمه مرتاح، بطش حمراء بطش حمراء بطش حمراء. هي دي شكل الايه؟ السكارلت فيفر. الإريثروميتاس سكين راش دي سببها ايه؟ سببها ان الستريبتوكوكس بتطلع حاجه اسمها إريثروجينيك توكسين. اذا المانيفستيشن بتاع السكارلت فيفر از ديو تو ذا إريثروجينيك توكسين اللي طلع من البيتا هيبوليتيك ستريبتوكوكس جروب ايه. بكرر باستمرار، تمام؟ ده بقى علاجه تريتمنت بينيسيلين. تريتمنت از بينيسيلين. طبعا في الحالات الخطيره قوي بدي انتي إريثروجينيك توكسين، انتي بودي عشان اعمل نيوتراليزيشن للتوكسين. يبقى دي تاني حاجه بتسببها البيتا هيموليتيك ستريبتوكوكس غير الايه؟ الاكيوت فوليكولار تونسيلايتس. طيب ايه تاني؟ حاجه اسمها إريسيبيلاس. إريسيبيلاس يعني الحمرة. الحمرة دي يعني ايه؟ يعني بص لو العيان ايده او وشه او حاجه كان ناموسه قرصته، او اتعور اتخربش مسمار بتاع وكبير في السن او طفل، المهم يعني بيبقوا كبار في السن عشان الاميون ريسبونس بتاعهم ضعيف. ابص الاقي حصل إريثيما سيليولايتس. سيليولايتس يعني التهاب الجلد. سيليولايتس التهاب خلوي الجلد. والاقي في طرف بتاع الالتهاب دي في فيزيكلز، حويصلات مليانه باص. يا نهار ابيض، ده إريسيبلاس يا اخوان. تاني يوم لو شفت العيان ده الاقي انها زحفت، يبقى كريبنج كريبنج تزحف بتمشي سبريدنج ويطلع الفيزيكال زين. يبقى دي 99% إريسيبيلاس. اشخصها ازاي؟ يا اما اخد من الحويصلات دي واعمل كالتشر
وفيلم الاقي فيلم السكريبت وكالتشر بيتا بوليتيك السكريبت كوكس هو ده الحل. او الحل بقى بدل هي ماشيه يبقى ماشيه في البلاد يبقى اعمل بلاد كالتشر كما ذكر قبل كده 5-10 سنتي دم زائد 50-100 سنتي شرب اعمل بلاد كالتشر الاقي السكريبت كوكس. يبقى معنى كده ان السكريبت كوكس بتعمل انفيزيف انفكشن وسبريدنج. السبريدنج ده هو سببه هيال يورينيديز عكس الكواجوليز بتاع الاستافيلوكوكس. يبقى ده المرض الثالث الحاجات المهمه اللي بتعملها الستريبتوكوكس. في بقى كمان امراض كتيره قوي بيربورال سيبسس حمى النفاس بعد الولاده او الاجهاض افتر ليبر ولاده اور افتر ابورشن ابورشن اجهاض ممكن الستريبتوكوكس تخش وتعمل سخونيه. يقول لك الست ربعنت يبقى خلاص الحمد لله ما جالهاش حمى نفاس. لكن لو اي سخونيه تيجي في الاربعين يوم الاولانيين بعد الولاده دي بنسميها حمى النفاس. بتعمل ايه كمان؟ بتعمل امبيتيجو. امبيتيجو يعني ايه امبيتيجو؟ يعني دمامل دمامل كتيرة صغنطوطة كده في فروة الراس وفي الصدر وفي الوش دي اسمها امبيتيجو. يبقى دي ممكن تعمل لنا امبيتيجو. تعمل بقى حاجات كتيرة قوي ووند سيبسز التهاب الجروح سيرجيكال ووند سيبسز بعد ما اعمل عملية جراحية ولا حاجة الاقي الدنيا حصل فيها انفكشن وابتدى الجرح يطلع باص اشوف الاقيه ممكن يبقى ستاف ممكن يبقى ستريب ولا علاج تريتمنت از بنيسيلين. هنتكلم بقى حاجه مهمه قوي دلوقتي. انا جالي ليوز اكيوت فوليكيولار تونسيلايتس جالي ليوز يا دكتور دوري مش عارف فتحت كده لقيت نقط بيضة وهو سخن بتاع تقول عندك ليوز هديله ايه؟ قلنا بنسلين. الجدع ده خد البنسلين او الاوجمنتن او اي حاجه من انواع البيتا لاكتامز جروب خف. قال لك اوقف بقى الكورس. احنا قلنا اهم حاجه بتبوظ الانتي بايوتيك بوليسي ان انا ادي شورت كورس لازم ادي فول كورس. يقوم يحصل ايه؟ تقوم الستريبتوكوكس اللي لسه بقيتها موجوده يروح الجسم يطلع انتي بودي ضدها. والانتي بودي ده هيتيروفيل يعني غير متجانس مش ضد الستريبت بس لا ده يروح كمان ضد المايوكارديوم. يبقى ده اسمه هيتيروفيل انتيجين اللي هو بيعمل انتي بودي نوت اونلي اجينست ايت بات اولسو اجينست حاجه ثانيه. فهي عملت انتي بودي في الزور انتي بودي للستريبتوكوكس اللي دخلت في زور العيان. الانتي بودي دي كان رياكت وذ كاردياك ماسلز في سيميلاريتي في الابيتوبس بتاعت الستريبتوكوكس مع الكارد. يقوم الواحد يجي له حاجه اسمها ريوماتيك فيفر حمى روماتيزميه عاليه جدا في مصر دلوقتي يا اخوان روماتويد قصدي روماتيك فيفر حمى الروماتيزميه دي بتعمل بقى حاجات في القلب وتعمل حاجات في الكلى وحاجه بهدله. بس تعمل امتى؟ انا دلوقتي الليوز جات لي خدت علاج بقيت كويس وابتديت اخرج بعد شويه سخنت تاني وجالي ميرمر لغط قلنا على الارض والدنيا اتقلبت وسخونيه جديده رحنا مشخصنا على انها روماتيك فيفر. هقول التشخيص ازاي حالا روماتيك فيفر تمام. يبقى دي جت بعد الستريبتوكوكال انفكشن بعد الليوز بعد الريسبلس بعد البيربوراسيبس فدي بنسميها بوست يعني بعد ستريبتوكوكال انفكشن. يبقى لما جالي سؤال في الامتحان ايه البوست ستريبتوكوكال انفكشن ايه روماتيك فيفر وجد عباره عن ايه؟ دي عباره عن اوتو اميون ديزيز. ازاي؟ هيتيروفيل انتيجين.
الانتي بودي اللي كونت ضد الستريبتو كوكس كانت كفيله انها تو رياكت ويز كاردياك ماسلز او كان رياكت ويز كدني تيشو فتعمل اكيوت جلوميريولو نيفرايتس ودي تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي اللي هي الارفس رياكشن لوكال هايبر سنسيتيفيتي نتيجه دخول الانتي بودي بتاع الستريبت مع الجلوميريولاي مع كومبلمنت يعمل الارفس رياكشن. فهمتوا البوستريبتوكوكال انفكشن؟ طب ده بقى العيان ده عامل له ايه؟ ده يا عيني كل شهر ياخد لونج اكتنج بنسلين. حقنا لونج اكتنج بنسلين وشدد قوي في الشتاء لان في الشتاء الاولاد بيقعدوا مع بعض في المدرسه والفصل مقفول كحه يبقى دروبلت انفكشن ممكن تقلب الدنيا. يبقى ده البيتا هيموليتك ستريبتوكوكس. لو انا حبيت اقول البيتا هيموليتك ستريبتوكوكس دي مطلع ايه؟ مطلع هيمولايسن اللي عمل هيموليس، طلع هياليورينيديز سبريدنج ام بروتين انفيزيف كل ده توكسن اريثروجينيك توكسن. طب اشخص بقى روماتيك فيبر ازاي؟ بعمل ثلاثه تيست اسمهم اول واحد اسمه سي رياكتيف بروتين وهنشرح حصه عملي كامل. سي رياكتيف بروتين يطلع عالي المفروض كلنا نيجاتيف الا لو حصل انفكشن اكيوت سي رياكتيف بروتين بنسميه اكيوت فيز سبستنس. تاني حاجه انتي ستريبتولايسين او تتر يعني اشوف الانتي ستريبتولايسين موجود في جسمي عالي قوي يبقى دي حاله روماتيك فيفر وهنشرح التست ازاي لانه تيست مش سهل قوي يعني. تاني حاجه اعمل سيديمنتيشن لسرعه الترسيب. سرعه الترسيب دي ما هياش قوي لان سرعه الترسيب ممكن تعلى في حالات تانيه غير الروماتيك فيفر بس الروماتيك فيفر يوجوالي احنا بنعتمد على السي رياكتيف بروتين موجود. تاني حاجه الانتي ستريبتولايسين او انتي بودي تتر عالي. انا قلت لكم بقى ان الستريبتوكوكس في الفا هيموليتك دي اللي هي الايروبيك يعني الفا هيموليتك وفي بيتا هيموليتك وفي نان هيموليتك. النان هيموليتك دي بنسميها ستريبتوكوكس في كالس. في كالس يعني موجوده في الاسطول في الفيسس. اسمها بقى العلمي قوي اسمها انتيرو يعني ماء امعاء انتيرو كوكاي. يبقى الانتيرو كوكاي دي عباره عن نون هيموليتك ستريبتوكوكس نورمالي بريزنت ان كولون انترك انتيرو يبقى في كولون في كالس يعني في الاسطول. ها دي ما تعملش اي حاجه لانها نورمال فلورا لو خرجت بقى هتبقى هايلي فيرمنت هتبقى شرسه. ودي من الحاجات بالنسبه لطلبه الاسنان ممكن بتعمل روت كانال فيلير وتعمل بيريودونتايتس وتعمل حاجات كتيرة قوي في الاورال كافيتي. الستريبتوكوكس دي بتبقى كوكاي يوجوالي في ديبليو يوجوالي. طيب كده يبقى خلصنا الايروبيك جرام بوزيتيف باسيلا جرام بوزيتيف ستريبتوكوكس اللي هي البيتا هيموليتك اللي كنا بنتكلم فيها والالفا هيموليتك اللي اتكلمنا عليها جرين زون والنان هيموليتك. في ستريبتوكوكس التانيين بقى اسمها ستريبتوكوكس اجالاكتيكا دي بتعمل بريست ابسس ودي جروب بي مش ايه جروب دي. احنا قلنا الجروب ايه هو ال 95% باثوجينيك تو هيومن بي 90 تمام 10% حاجات تانية. في ستريبتوكوكس ساليفيريانس يبقى في السلايفا موجوده وبتعمل لنا جنجيفايتس. في ستريبتوكوكس ميوتانس دي انواع من الستريبتوكوكس اللي موجوده في الاورال كافيتي تعمل دنتال كيرز تسوس الاسنان ودي لها قصه هنشرحها في الدنتال كيرز. والساليفيريانس بتعمل جنجيفايتس ممكن تعمل دنتال كيرز. وعلى فكره الالفا هيموليتك ستريبتوكوكس اللي هي فيريدانس بالاضافه انها طبعا بتعمل سب اكيوت لكن ممكن تعمل كيرز. ادي الايروبيك ستريبتوكوكس.
الان ايروبيك ستريبتوكوكس مش هنخوض فيها قوي، الان ايروبيك دي بنسميها بيبتو ستريبتوكوكس، دي يوجوالي نون باثوجينيك لكن وجدوها في اليورينري تراكت انفكشن ممكن تعمل لنا في الانيروبيك او ديب سيتد وونز، دي كلها ممكن تخش فيها. انا طبعا لازم تعرفوا ان انا بتكلم على مستوى يعني اولادي الطلبه، مش هقعد اقول بقى سيتريت نيجاتيف مش عارف ايه، بوزيتيف ايه، بوزيتيف ايه، نيجاتيف فيرمنت مش عارف ايه، ده كلام الاساسي. البوست جراديو طلب البوست جراديو لازم يكونوا عارفينه، ده المينيمم، وبعدين يبتدي يزودوا في كل جزء لما يجوا يقروا كتاب اكبر. طيب خلي بالكوا معايا بقى في اللي جايه دي عشان دي مهمه قوي. الستريبتوكوكس فيري دانس، وقلنا فيري يعني اخضر، يبقى تدي الفا هيموليسيس. في واحده تانيه بتدي الفا هيموليسيس في الكوكاي، دي اسمها ايه؟ اسمها ستريبتوكوكس نيمونيا، وهنخش في النيموكوكس دلوقتي. يبقى الستريبتوكوكس نيمونيا بتدي الفا هيموليتك زي الفيريدنس. اهو في الشرح اقول لك ازاي تفرق بين الستريبتوكوكس نيمونيا وبين الستريبتوكوكس فيريدنس. تقول لي دي بتدي الفا، طب ما دي بتدي الفا. شوفوا بقى الغلط الفاحش، دي كوكاي في تشينز ستريبت، ما دي كوكاي في ديبليو، بس الديبليو بتيجي جنب الديبليو، بتيجي جنب الديبليو، بتيجي جنب الديبليو، بتيجي جنب الديبليو، فتعمل لايك تشينز. لكن لما بصينا تحت الاندر الميكروسكوب الاقيها لانسيوليت ان شيب. عارفين يعني ايه لانسيوليت؟ يعني زي راس الحربه، ادي راس الحربه ايه؟ يبقى الكوكاي عامله كده، اتنين كوكاي. وبعدين حد هيقول لي كبسوليتد، لا في الكالشر مفيش. لها كبسول فعلا، ودي حاجه مهمه جدا، النيموكوكس لها كبسول. بس انسايد ذا هوست تيشو عشان توقف الاكشن بتاع الفاجوسايتس، انتي فاجوسايتوز، يبقى ده الفيروس بتاعتها، يبقى ده الضراوه بتاعتها، يبقى ده الخطوره بتاعتها. زي شمشون، شمشون الخطوره بتاعته في شعره، هنقول شعره ما بقاش ايه؟ خطر. فلو شلنا الكبسول مش هتبقى خطر. يبقى ده الفرق بين الفيريدنس والنيموكوكس. لا برضه ما هو ده قلنا كوكاي اهي اهي، وكوكاي اهي اهي، يتهيألي انها في تشينز ده النيموكوكس. امال افرق ازاي؟ اجيب انبوبه فيها بايل صوديوم تروكوليت، بايل يعني عصاره المراره، ده البايل، احط فيها الاورجانيزم. لو الاورجانيزم حصل كلير هي يبقى يرضى مخضر وتربت شويه كلير، يبقى الاورجانيزم از سوليبل. لو فضلت زي ما هي يبقى نون سوليبل. مين هي اللي سوليبل؟ النيوموكوكس. يبقى اجيب الميكروب واحطه، لو لقيته حصل له كليرنس يعني داب فيها، يبقى ده ايه؟ سوليبل، يبقى ده نيموكوكس. الستريبت فيريدنس از نوت سوليبل. في دواء اسمه اوبتوكين، الاوبتوكين ده الاقيه موت النيموكوكس لكن ما بيموتش الستريبت فيريدنس، يبقى النيموكوكس از سنسيتيف تو اوبتوكين لكن النيموكوكس از نوت سنسيتيف. اعرف ازاي؟ اجيب طبق بلاد اجار وازرع الكولوني هنا والكولوني هنا، تمام؟ اذا كانت نيموكوكس اهي، يعني ده الكولوني بتاع الميكروب، ادي الميكروب اهو، زرعت الميكروب على طبق بلاد اجار، وبعدين اجي اجيب ديسك بتاع اوبتوكين اللي هو ده، احطه كده. لو فضل زي ما هو يبقى ده فيريدنس، لكن لو الميكروب مات من حواليه كده يبقى ده على طول مين؟ يبقى ده نيومو كوكس، لان نيموكوكس از سنسيتيف تو اوبتوكين، الثانيه نوت سنسيتيف تو اوبتوكين. لو حقنت الميكروب ده فار، لو نيموكوكس هيموت في سبتسيميا، وقلنا سبتسيميا يعني ايه؟ يعني بكتيريميا زائد توكسيميا مع بعض، بكتيريا اند توكسينز.
لكن لو بص لي وضحك بعد ما حالت يبقى ده ستريبت فيريتنس، يعني ملوش اي تاثير عليه. ادي الفرق بين النيموكوكس والستريبت فيريتنس. طب النيموكوكس دي بتعمل ايه؟ اهم حاجه بتعمل لوبر نيمونيا، الالتهاب الرئوي، لكن ممكن تعمل فارنجايتس وتعمل ساينوسايتس يعني التهاب جيوب الانف، تعمل شويه سور ثروت، تعمل اي حاجه، لكن الاساس بتاعي لوبر نيمونيا، وده فيري دينجرس فيتال ديزيز اذا الواحد ما خدش بيتسلم بسرعه، لان الميكروب له كبسول والفاجوسايتس مش ملاحه مش عارفه تيجي جنبه، يبقى ده المرض بتاعه. تمام؟ سهله ولا صعبه؟ طب اخد العينه منين؟ اخلي العيان يديني بلغم، سبيوتم يعني بلغم، واروح عامل منه فيلم، الاقي جرام بوزيتيف ديبليو، والديبليو جنب ديبليو عامله كده، وممكن لو انا خدتها من التيشو الاقي ليها كبسول. تمام؟ الكبسول ما بيبانش بالجرام، بيبان از هالو، فراغ حوالين الميكروب. ادي النيومو كوكس يا اخواتي.